السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي. موضوع عديد احكي. اي واقعة المعيشة شوية الخدمي. احنا صغار احنا نشتغل خباط عمال. اي جبناها من الصغر للكبر. والاهل شوية هم شادين ويانا ما شاء الله. اي بهذن ملابسنا وهاي. يردون يمنا اهم شيء شغل. زين شغل اول واقع نقول تعبان وحركة ماكو. ماكو. جنسيتك والله وياك وروح. اطلع من البيت. اي. تسميرات؟ هاي شو اسوي؟ هاي شادين ويانا وين ما نروح لا قعدتنا قعده زين لا شربه شربتني يعني نطلع زين ما قدمت على الرعايه الاجتماعيه على العاطلين لا والله يعني نروح هيك هم مره ما لا والله تعبوني هاي ملابسنا ننام بها نقعد بيه وين نروح والله العظيم حبيبي ممنون اشكرك.